مثلا ساعه موضوع مرشد الاخوان دوت قعد سالنا قال لنا طب الوقت انا عايز اقول لكم حاجه، افرضوا طلب منا رد الزياره، كلنا قلنا له لا طبعا. وبعدين ده كان ظرف سياسي. قال له لا راسه مش براسك. هو كمان كان ظرف سياسي ملتبس ومربك لكل الاطراف. الشباب كانوا صايرين ومحدش عارف فاهم حاجه وعارف طبعًا حاجه طبعًا. وهم كانوا بيسعوا ان هم يقربوا من كل الرموز او كل الناس اللي ليها تاثير، اللي هم لا اللي هم ياخدوا كريدت بيهم، ياخدوا طبعًا رصيد عند الناس بيهم بقربهم منهم. صحيح. مش شرط، لا مش شرط. هو البابا شنودة كان واعي جدا في دي جدا. ده في الموقف ده بالتحديد موقفين او ثلاثه عملهم كانوا غايه في الغرابه. احنا لما رحنا مره مشيخه الازهر سال هم قاعدين في الصالون ولا في قاعه الاجتماعات، المفروض البروتوكول ان يستقبلوا بعض في الصالون وبعدين كلهم يدخلوا. لان سيدنا دخل راح قعد على قاعه الاجتماعات على طول، ما دخلهمش. اللي المفروض يستقبلوا بره. اللي المفروض طبعا. فبعد كده بيقول لنا، قال لنا ما هو اقف يكون ادخل مشيخه الازهر يروح يصوروني وانا مرشد الاخوان اللي بيستقبلني. صح. بص كان يدقق في ايه؟ طبعا. وفعلا تاني يوم الاهرام يجيب الصوره بتاعته هو والمرشد وهو بيسلم عليه عند قاعه الاجتماعات. وبعد كده جايبينه والشيخ فضيله الامام احمد الطيب بيودعه. كان يقعد يعمل يفكر مره قال لنا انا بفكر بطريقه لعب الشطرنج. هو كان بارع. هو كان بارع. يعني يعرف امتى يسكت وامتى يتكلم وامتى يقول. هو كان يقدر، هو كان مش بس السكوت والكلام، توقع رد الفعل والخطوه اللي هتتبنى عليها. بس كل ده كان بيبقى مغلفه حاجه عنده دايما، هي ايد ربنا. يقول احنا لو عملنا كذا هيعملوا كذا، هنعمل كذا ويعملوا كذا، هنعمل كذا ويعملوا كذا. ده خبره يعني. لانه عدى بحاجات، هي خبره وفراسه، بس دايما واثق ان ربنا هيحل. دايما واثق ان ربنا بيتدخل دايما. يعني